الحمد لله على أهم شيء إن شاء الله بنصرنا جميعا. الله يحميك. قام محافظ دمشق بشر الصبان وأمين فرع دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي محمد حسام السمان وعدد من الشخصيات الرسمية من أعضاء الحزب بزيارة لجرحى الجيش العربي السوري في مشفى 601، وتم الاطمئنان على صحة الجرحى وتقديم هدايا رمزية عربون محبة ووفاء لتضحياتهم. هم أبطال الجيش العربي السوري الذين قدموا الغالي والنفيس من أجل تراب الوطن.